السلام عليكم. في سلسلة جديدة من سلسلة ديال الامتحانات الوطنية. إذا هذه السلسلة غادي نسمو أكثر باش بالكيمياء، إذا علوم فيزياء. إذا غادي نبداو بالنسبة لأول وطني غادي نرسوه هو 2019، كما شفتوا في القناة عندنا حنا تناقشوا التمارين، ما تنعطيوش الحل، حيت قلنا التمرين نفسه ما تيتحطش، ولكن يقدر السؤال يتعاود، اذا خصك تعرف كيفاش تتعامل مع هذا السؤال. اذا حنا تناقشوا الطريقه ديال التفكير، طريقه الخدمه، كيفاش ممكن تتعامل مع التمرين الى غير ذلك. اذا نبداو قلنا امتحان ديال 2019. اذا الجزء الثاني غادي نصحو ولا غادي نهضروا على الجزء الثاني، دراسه محلول مائي لحمض البنزويك بقياس الموصلي. مزيان، يعرف حمض البنزويك ذو الصيغه C6H5COH كماده حافظه للاغذيه، كما يتوفر على مواصفات تطهير الجروح، الشيء الذي يبرر استعماله كدواء. يهدف هذا التمرين الى تحديد ثابته بي كا للمزدوجه C6H5COH على C6H5CO- باعتماد قياس الموصليه. مزيان، بالنسبه لتفاعلات حمض قاعده، يعني غادي يعطيك تفاعل ديال الحمض مع الماء، اما يعطيك التركيز ديالو والبي اش، اما يعطيك التركيز ديالو والموصليه ديالو. يعني هادو هما جوج انواع تنقسم ديال الحمض مع الماء، تنقسم جوج بواحد، التركيز مع البي اش ولا التركيز مع الموصليه. يعني في هاد التمرين عندنا التركيز مع الموصليه. معطيات عطاك الموصليات الموليه الايونيه عندها 25 دوغري سيسيوس، لامدا واحد ديال اش 3 بلس، ولامدا جوج ديال سي 6 اش 5 سي او موان. اذا لامدا تتعطى بالنسبه غير الايونات. مازال يعبر عن الموصليه سيجما لمحلول مائي بدلاله التركيز الموليه الفعليه للايونات اكس اي المتواجده في المحلول، والموصليات الموليه الايونيه بالعلاقه سيجما تساوي سيجما لامدا في التركيز ديال الايون. كيفاش هاد العلاقة هادي؟ سيجما ديال أي محلول كيف ما بغا يكون هاد المحلول، شنو تتساوي؟ تتساوي لامدا الإيون الأول اللي فيه في التركيز ديالو، زائد لامدا الإيون الثاني اللي فيه في التركيز ديالو، زائد لامدا ديال الإيون الثالث اللي فيه زائد في التركيز ديالو، إلى غير ذلك. كانوا عندك مثلا بحال هنا عندنا جوج ديال الإيونات، ناخدو لامدا ديال الإيون أش 3 بلس ونضربو في التركيز ديالو، ولامدا ديال سي 6 أش 5 سي أو موان ونضربو في التركيز ديالو، هادي هاد سيجما تكون هنا. صافي، اذا سيجما تشوف شنو من الايونات اللي عندك في المحلول، ودير كل ايون لامدا ديالو في التركيز، وتزيد عليه اللامدا تاع لامدا الايون الثاني في التركيز ديالو. هذه هي العلاقه. نحضر عند درجه الحراره 25 دغري سيسيوس محلولا مائيا اس لحمض البنزويك تركيزه سي يساوي 10 اس ناقص 3 مول على اللتر، وحجمه في يساوي 1 لتر. مزيان، لاحظ معايا التركيز، التركيز تعطيه بالمول على اللتر. مزيان، منين تقوم بدراسة حمض مع الماء بقياس الموصلية، ما تنساش خصك ضروري تحول التركيز. كاين في بعض العلاقات تنحول فيها التركيز، ماشي كل العلاقات، كاين بعض العلاقات تنحول فيها التركيز. إذا العلاقة اللي تتكون فيها التركيز مع سيجما اللي هي الموصلية، التركيز مع سيجما اللي هي الموصلية، يجب ضروري تحويل المول على اللتر إلى المول على المتر كيوب. حنا تنعرفو العلاقة ديال التحويل هي واحد مول على اللتر تتساوي 10 أس 3 مول على المتر كيوب. صافي، إذا قيد عندك هاد التحويل هذا مهم. مزيان، نشوفو الأسئلة. قالك اكتب معادلة التفاعل الكيميائي بين حمض البنزويك والماء. القاعدة ديال هاد التفاعل هذا، ملي يكون عندك حمض مع الماء كيف ما بغا يكون هاد الحمض، تعطيك الأيون ديال الحمض زائد أش 3 بلس، الأيون ديال الحمض زائد اش 3 دائما. صافي، بمعنى غادي دير هنايا مثلا في هذا المثال، ناخذ المثال ديال هذا السؤال هذا، حمض البنزويك والماء، يعني غادي دير سي 6 اش 5 سي او اش غتزيد عليه اش 2 او. صافي، شنو غادي يعطيك؟ يعطيك الايون ديال الحمض. الايون ديال الحمض شنو تدير؟ تحيد هذا الاش ودير موان، تحيد الاش ودير موان. اذا سي 6 اش 5 سي او موان زائد ماذا؟ اش 3 ديما حمض مع الماء تعطيك الايون ديال الحمض زائد اش 3. نقولوا مثلا انت يا ما ضربش كاع الكيمياء، ما عندكش كاع علاقه بالكيمياء،
بغيتي ما عرفتيش تحدد الايون ديال الحمض، ما عرفتيش تحدد الايون ديال الحمض، غادي تمشي للامضات اللي عندك، تما راح يحط لك الايونات اللي كاينه في المحلول. اذا H3O بلس ماشي ما غاديش يكون الايون ديال هذا، هذا فيه C6H5COH، اذا شنو هو الايون ديال هذا؟ غادي يكون هو C6H5COO موان. تفهم؟ اذا الحمض هو C6H5COH زائد الماء اللي هو H2O، كلشي تعرف الرمز ديالو، تعطي الايون ديال الحمض هو هذا C6H5COO موان زائد ماذا؟ زائد H2O. مزيان، هنايا كاين اشكال اخر، واش ندير سهم ولا سهمين؟ تفهم؟ واش ندير سهم ولا سهمين؟ في هذه الحاله غادي دير سهمين، حيت انت ما عارفش واش هاد التفاعل هذا كلي ولا محدود. القاعده شنو تقول؟ اذا كان عندك تفاعل كلي تدير سهم، اذا كان عندك تفاعل محدود تدير سهمين. مزيان، في الحاله اللي ما مذكورش في التمرين واش كلي ولا محدود، ما مذكورش تدير سهمين. اذا هنايا غادي دير C6H5COH زائد H2O سهمين، مزيان، زائد تعطينا C6H5COH زائد H2O. انشي H2O لتقدم تفاعل، كلشي تعرف يصوب هاد H2O لتقدم تفاعل. ثالثا اعطى قياس موصية المحلول S القيمة سيجما تساوي 8.6 في 10 اس ناقص 3 سيمنز في المتر اس ناقص 1. عقل الوحدة ديال سيجما بعد ما ترى تقول لك حسبها تتكون بالسيمنز متر موان. مزيان، كما قلت لكم تفاعل الحمض مع الماء اما يعطيك التركيز وسيجما، اما يعطيك التركيز و H2O بلس كما غادي نشوفوا في الوطنيات الجايه. صافي، هادو هما جوج حالات اللي كاينين، اما يعطيك التركيز وسيجما، اما يعطيك التركيز و pH. مزيان، اذا منين يعطيك سيجما خصك تعرف شنو هما الايونات الموجوده في المحلول. في هذه الحاله ديال التمرين الايونات اللي كاينه في هذا المحلول هي C6H5COO موان و H2O بلس. نقولوا انت ما عندكش علاقه بالكيمياء وبغيتي ما تعرفش كيفاش تحدد شنو هما الايونات اللي كاينه في المحلول، غادي ترجع لللامضات. الايونات اللي كاينه في المحلول تعطيك اللامضات ديالهم، عندك H2O بلس وعندك C6H5O، سيتادير عندك هنايا جوج د الايونات. صافي، وما تنساش التعبير ديال سيجما، شنو قلنا؟ لامضا الاول في التركيز ديالو زائد لامضا ديال الثاني في التركيز ديالو. صافي، مزيان، واحد ثلاثة قال لك أوجه التعبير سيجما بدالة لامدا واحد ولامدا جوج والتركيز ديال H2O بلس، التركيز المولي الفعلي لإيونات الأوكسونيوم، الأوكسونيوم هو التسمية ديال H2O بلس عند التوازن. صافي، نعتبر تأثير إيونات الهيدروكسيد HO موان على موصية المحلول مهمة، حيت كاينة هاد الإيونات ديال HO موان ولكن قليلة بزاف، داكشي علاش هملوها تيهملوها. مزيان، وبالتالي إلا هملو HO موان شنو هما الإيونات اللي بقاو؟ H3O بلس و C6H5O موان. إذا غادي دير التعبير الموصلية سيجما تتساوي لامدا واحد ديال H3O بلس التركيز ديال H3O بلس زائد لامدا جوج في التركيز ديال C6H5O موان. صافي، مزيان، H3O بلس و C6H5O موان واش كاينين في جهة المتفاعلات و جهة النواتج؟ كاينين في جهة النواتج. إذا ملي تيكونوا الإيونين في جهة النواتج تيكون عندهم نفس التركيز، تيكون عندهم نفس التركيز. مزيان، سيتادير ان التركيز ديال H3O بلس تساوي التركيز ديال C6H5COO. اذا ملي تلقاهم جوجهم في النواتج، اذا التركيز ديالهم كي داير؟ متساوي. اذا بما انهم متساوي يعني ان التركيز ديال C6H5COO نقدر نعوضو بالتركيز ديال H3O بلس. اذا نجيك لامدا واحد في التركيز ديال H3O بلس فوا زائد لامدا جوج في التركيز ديال H3O بلس، بجوجهم غادي يكونوا في التركيز ديال H3O بلس، ونعمل ب H3O بلس. اذا سيجما تجيك لامدا واحد زائد لامدا جوج في التركيز ديال H3O بلس، لان التركيز ديال H3O بلس هو نفسه التركيز ديال C6H5O. اذا القاعده ملي تلقاهم الايونين بجوج في النواتج راه تيكون عندهم نفس التركيز، ولكن الا كان عندك واحد في المتفاعلات واحد في النواتج راه ما تيكونش عندهم نفس التركيز. صافي، مزيان، من بعد اذا سيجما تساوي لامدا واحد زائد لامدا جوج في التركيز ديال H3O بلس، بمعنى ان التركيز ديال H3O بلس نقدروا نخرجوا من هذه العلاقه اللي لقيناها. إذا إلا كانت سيجما تساوي لامدا واحد زائد لامدا جوج في التركيز ديال H3O بلس، إذا التركيز ديال H3O بلس هي سيجما على لامدا واحد زائد لامدا جوج. سيجما على لامدا واحد زائد لامدا جوج، غادي نقدروا نحسبوا حيت سيجما كاينة في اللامدات كاينين. مزيان، غير التركيز هنا باش غادي يخرج بالمول على المتر كيوب. قلنا ملي تيكون التركيز وسيجما، التركيز تيخصو يكون بالمول على المتر كيوب. صافي؟ ولا حسبتي التركيز ديال H2O بلس تقدر تستنتج كذلك البي اش. البي اش تساوي ناقص اللوغ ديال التركيز ديال H2O بلس. صافي، مزيان، من بعد قال لك بين ان نسبه التقدم النهائي طول التفاعل تكتب كما يلي.
طو تساوي سيجما على سي لامدا واحد زائد لامدا جوج، احسب قيمتها. مزيان، حنا عندنا القاعده ديال طو هي اكس فينال على اكس ماكس. اكس فينال هي كميه الماده النهائيه ديال H2O بلس، وكميه الماده النهائيه ديال H2O بلس هي التركيز ديالو في V، هي التركيز في V. صافي مزيان. واكس ماكس، اكس ماكس هي ديال المتفاعل الوحيد. ملي تنديرو حمض زائد الماء، دائما الحمض هو المتفاعل الوحيد، الماء تلعب دور المذيب ما تيكونش يكون وافر، وبالتالي فان الحمض هو المتفاعل الوحيد. اذا اكس ماكس عطينا هي سي في في، سي ديال المحلول في في. اذا غاتجيك في الاخير التركيز ديال H3O بلس في في على سي في في، غاتختزل في مع في، غاتجيك H3O بلس التركيز ديال H3O بلس على سي. حنا تنعرفو التركيز ديال H3O بلس غادي نخرجو من العلاقه اللي خرجت لنا في السؤال السابق، قلنا سيجما تساوي لامدا واحد زائد لامدا جوج في التركيز ديال H3O بلس. اذا التركيز ديال H3O بلس هي سيجما على لامدا واحد زائد لامدا جوج، غادي نعوضها. اذا قلنا طو هي التركيز ديال H3O بلس على سي، والتركيز ديال H3O بلس غادي نعوضو بالتعبير ديال اللي لقينا في السؤال السابق، هادشي كلاس سيجما على لامدا واحد زائد لامدا جوج تخرجتو. سيجما كاينه، سي كاينه، لامدا واحد لامدا جوج كاينين. غير ما تنساش انا تنقول لكم التركيز اللي عاطيك هو في التمرين راه عاطيه لك بالمول على اللتر. هنا في هذه العلاقه كاين التركيز وسيجما، اذا هذا التركيز يجب تحويله الى المول على المتر كيوب، اذا خصو يتضرب في 10 اس 3. عاد دير الكالكول ديالك صافي وتحسب القيمه ديالها. النتائج غادي نعطيوها في التالي ديال التمرين. كيف هذا؟ 4. قال لك اوجد تعبير ثابت التوازن ك المقرونه بالتفاعل بين حمض البنزويك والماء بدلالات سي و طو. ثابت التوازن شنو هي العلاقه ديالها؟ هي التركيز الناتج على التركيز المتفاعلات. التركيز ديال الناتج على التركيز المتفاعلات، بمعنى غادي تجيك التركيز ديال سي 6 اش 5 سي او موان في التركيز ديال اش 3 بلس على التركيز ديال سي 6 اش 5 سي او اش. الماء ما تيدخلش في هذا التعبير ديال ثابت التوازن، لانه ليكيد، واي حاجه اللي تتكون ليكيد التركيز ديالها غادي نعوضو باش بواحد، يعني ما تيتكسبش. صافي، وشنو قلنا قبيله؟ التركيز ديال اش 3 بلس مع التركيز ديال سي 6 اش 5 سي او موان عنده نفس التركيز، يعني نقدر نكتب في الفوق سي اش 3 او بلس او كاري على سي 6 على التركيز ديال سي 6 اش 5 سي او اش. صافي مزيان. ومن بعد كيفاش غادي نلقاو بدلاله سي او طو؟ اذا اش 3 او بلس او كاري التركيز ديال اش 3 بلس غادي نعوضوه بطو في سي. غتقول لي منين جبتي هاد التركيز ديال اش 3 بلس تيساوي طو في سي؟ نرجعوا للتعبير ديال طو. طو حنا تنعرفوا قلنا هي اكس فينال على اكس ماكس. غتعوض اكس فينال بالتعبير ديالها واكس ماكس بالتعبير ديالها، غتلقى طو تساوي اش 3 بلس التركيز ديال اش 3 بلس على سي. التركيز ديال اش 3 بلس على سي، اذا التركيز ديال اش 3 بلس شنو هي؟ طو في سي. اذا غادي تعوض التركيز ديال اش 3 بلس بطو في سي مع الكاري غتولي او كاري. ولتحت عندك التركيز ديال الحمض اللي هو سي 6 اش 5 سي او اش. التركيز ديال سي 6 اش 5 سي او اش هو سي، سي ناقص التركيز ديال اش 3 بلس. التركيز ديال سي 6 اش 5 سي او اش هي سي ناقص التركيز ديال اش 3 بلس، وداك التركيز ديال اش 3 بلس كذلك غتعوضو باش بطو في سي. اذا تجيك واحد السي الفوق والسي التحت غتختزل بها، وتجيك في الاخير ك هي طو كاري في سي على واحد ناقص. اذا اللعبه ديال هاد ثابته التوازن شنو هي؟ هي ان التركيز ديال اش 3 بلس تساوي طو في سي. ملي جبناها جبناها من التعبير ديال طو، هكا تنخدمو بثابته التوازن. طبعا بعد المرات ثابته التوازن تيقول لك عطيها لي بالتعبير بدلالات سي و بي اش. الى قال بدلالات سي و بي اش غتعوض اش 3 بلس ب 10 اس ناقص البي اش، وتخرجك بدلاله البي اش و سي. صافي، اما الا قالك بالسي و طو خاصك تعوض الاش 3 بلس باش بالسي فوا طو، يعني التعابير ديال اش التركيز ديال اش 3 بلس خاصك تعرف التعابير ديالها. مزيان، ماذا تمثل ثابته التوازن ك المقرونه بهذا التفاعل الكيميائي؟ مزيان، اذا ملي تيكون عندك حمض زائد الماء، ثابته التوازن تتكون تتمثل الثابته الحمضيه. ملي تيكون عندك حمض زائد الماء، ثابته التوازن تتكون تتمثل ماذا؟ الثابته الحمضيه. ولكن إذا كانت عندك قاعدة زائد الماء، ثابتة التوازن لا تمثل الثابتة الحمضية. هذا هو الفرق اللي كاين. صافي؟ سادسا قال لك استنتج قيمة البي كا أ. استنتج قيمة البي كا أ للمزدوجة سي 6 اش 5 سي او اش وسي 6 اش 5 سي او مو. هذا هو الأوبجيكتيف ديال التمرين كامل، هو التحديد ديال البي كا أ.
مزيان. اذا باش نحدو بي كا عندنا العلاقه ديال بي كا تساوي ناقص اللوب ديال كا ا، وكا ا قلنا هي الثابته التوازن، وثابته التوازن حددنا التابعه ديالها بدلاله سي وطو، عندي سي وعندي طو صافي مزيان. غير دابا داك السي اللي غادي تكون هنا في ثابته التوازن ما غاديش تحول، غتخليها بالمول على اللاتر صافي. هاد السي هادي غتكون بالمول على اللاتر، غادي تحسب